السلام عليكم، معكم سحس. اليوم واخيرا واخيرا حنصور منيو كامل مطعم سحس، وصراحة يعني الساعة 10 الصبح واشتهيت اني اصوره ذحين، فخلينا ندق على الشباب ونجهز ونروح ايش نطعمج. ندق اول شيء على تركي، هو اسرع واحد يتجهز انا عارف. تركي ما يرد؟ اوكي طيب نجرب سلطان. سوسو انا اعرف ايش اسوي فيهم، انا حدق على اسامه. الو الو اسامه فينك؟ جنب النادي. اسمع حسلك لوكيشن، تعلي دحين. ليش في تعلي دحين؟ طيب طيب يلا يلا جاي جاي يلا يلا. وجيب الكاميرا، جيب الكاميرا وتعال بسرعة. يا عمي بسم الله، هذا ايش فيه؟ ايش صاير؟ ايش فيه؟ ما يردوا علي، ما يردوا علي. ايش بك ايش بك؟ اليوم انا بصور مطعم سحش وما حد يرد علي، ليش ما يردوا علي؟ يا ابني بدري كيف مطعم سحش؟ كيف يا اخي مطعم بفتح؟ بفتح مقفل. امشي امشي معي امشي معي. شفت الحركة دي؟ انا سويتها من زمان عشان انا اعرف، سويت كوبيز من فتيح بيتهم. انت ليه ما بترد علي؟ لا صار علي، ليه ما بترد علي؟ قاعد قاعد اليوم انت لا تحدي. طيب حاضر شيء، ابغى تحدي. طيب ابغى رجلي، ما في ما بس رجلك ولا شيء. ابغى رجلك. تاخر طيب ما يمشوا، يمكن لسه ما صحي. اي اي سلطان، اي سلطان هذا المسكو ليش سحبني؟ حتجي معايا انا مالي صراحه. قوم هذا مسكو ليش؟ ليه ما ترد؟ قوم ليه ما ترد علي؟ قوم 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 ليه ما ترد علي؟ قوم 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 بعدين نتفاهم. قوم قوم يا عيال، شويش شويش عليك، بشويش بشويش. حتقوم حتقوم. قوم 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 قوم. يلا متحمسين؟ متحمسين يا شباب؟ متحمسين عليه. منيو كامل سحس سحس الساعة. دق على العمال، دق على العمال، دق على العمال، دق على العمال. ابغى منيو كامل بسرعة يا عمي. خليه يا ابويا بسرعة، خليه يصلي على النبي وغدي وغدي. ايش بك؟ لا لا ما في نوم الحين. الحين الجيم راح علي، حرام عليك. ايش جيم يا ابويا؟ برجر برجر. يلا عليكم، ما صحيتكم على شيء حلو اخي. انا بالنسبه لي لا. طب استنى استنى استنى، في احد عيد السؤال، عيد السؤال، عيد السؤال. بالله ما صحيتكم على شيء حلو؟ لا والله برضو لا، لانك انت حتاكل انا حتفرج. اذا تصحى على دي الطاوله ايش اقول للمعده انا؟ حنبدا في منيو سحس، انتم من زمان تبغون نسويه، انت ليش اقدر؟ الله على فحم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طاوله ايش لاخذ برجر الفحم؟ عباره عن لحم واقف تمام 120 جرام. حلو، شوف كيف يا اسامه، شوف بالله. خلينا نوخر الجبنه دي، مشوح الفحم، مديك ريحه التدخين. شوف كيف شوف كيف شوف كيف شوف كيف. حلو الله. هذا البرجر لعشاق اللحم. خذ لك بخط. شكرا العشاق اللحم واللي يحبوا طعم زمان اللي كده، البرجر اللي تحسه كده مشوح رهيب. احب البرجر لما تحطه على فمك عاد تاخذ النكهه. والله احسن بالنسبه لي هذا هو التوب عندي، هذا التوب. انا بصراحه اعشقه مع الترافيك كده، هذا زي ما هو ما يحتاج ولا شيء. انا مع ترافيك وكاتشب. هو في كاتشب؟ والله ما يحتاج ولا شيء، انا بس كاتشب. تاكله زي ما هو يعني، انا بس قاعد المح واقول من اول بس يعني. الترافل عندنا طبول رب الكعبة كده، الواحد يعرف يصحصح. يا جماعة صباح الخير، صباح يا هلا ومسهلا. البرجر خلص، اللي بعده هذا حس لازم كل يوم تاكله، هذا نقنقة، هذا تيجي تحلي فيه. احنا ليش تأخرنا في الافتتاح وانه تصور ذا الفيديو؟ اقول لهم انا ليه؟
عشان تعبت امنا في اللحمه. انا نقيت لحمه. انا شوف انا فكرتي في المطعم ده بكل امانه وصراحه انه انا ما ابغى اكسب. انا طبعا بكسب بس مكسبي مره مره قليل. بس ابغى كل الناس يجربوا شيء بكواليتي حلو وبسعر منافس. اتحدى احد منافس. لا لا مو منافس. اتحدى احد بالكواليتي هذا يبيع بالسعر ده. اتحدى تحدي هذا. هذا ال 120 جرام فحم واجيو ب 26 ريال. الله يا اخواتي انا مش بتاع حفرات بس جبت لكم برجر بس هنصحيكم من النوم. الله طيب ندخل على ايه كروزون. هذا 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 مكسر الدنيا. هذا ترند دحين. ايش بقى لا صحيني وبعدين تهبطني هبطك. خلي هذا شوي كده بشم ريحته. نخش على تاني حاجة هبت هنا في المطعم. الأب أند داون برجر. الأب أند داون هذا عبارة عن دبل أنجس. شوف كيف من جوا. شوف صوص طرشي جبنة والعيش مقمر من الناحيتين بالزبدة. واللي ما يحب الطرشي إيش يسوي؟ يقول من غيره. شوف شوف طرشي. شوف يا سام شوف بالله شوف شايف الجوسي شايف. قل لي بكم هذا البرجر؟ اول مره اتكلم عن اسعار لاني انا مره فخور بالشيء اللي وصلته. هو كسر ظهري بس انا فخور. في ناس كثير تتكلم عن اسعار. الاول بكم؟ 26 وادي انت. الثاني 28. هذا اندس هذا دبل. دبل 30. لا ايش فيه دبل. ايوه 24 ريال. 24 بيقول ايه يا جدعان يا اخواتي؟ لا انزح بس جماعه من جد. وعندنا كمان اي برجر انت من اللي انت شايفه ده لو تبغى تخليه وجبه تضيف عليه 10 ريال تاخذ معاه بطاطس ومشروب. واي برجر تقدر تدبل وتربل واربعه وخمسه لحمات زي ما تبغى. اكيد تبغى تدبل دبل تبغى تربل تربل تبغى. والله يا جماعه انا جربت يعني بصراحه انا هذه الفتره تعبت مره. ابى اقدم لكم منتج تكونوا مره مبسوطين فيه وتاكلوا وانتم مرتاحين ولا تدفعوا كثير. فهذا يعتبر البيس منيو اللي هو يعني موجود خلاص كل الناس تنبسط منه. نحن كل فترة وفترة أنا كل فترة وفترة حنزل لكم منتج سبرايز. هذا المنتج حيكون سيكريت منيو. حتشوفوه في الانستغرام حتشوفوه في أماكن معينة. هذا الأيتم حيقعد مثلا لمدة شهر. إذا عجبكم وقررتوا أنه مرة تحبوه حنسوي سيرفي ونضيفه للمنيو. إيش ده؟ أنا اللي حختار. أنت حتختار؟ هذه 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 المونسه عتك الفكره انت حتنشفط مع الفكره. انا الفكره هذه الفكره الفكره فيك مو فيك مفكره. طب ليش سميتها سحس فايز؟ عشان انت سحسي. انت طورتها حرف مع عم عسل ومو باين طعم العسل بس كسر الطعم. خلي اخش فيها يا عيال. بما انه المطعم ده حقنا ايش نسوي؟ عيشوا يعني خش كسر ولا ايش؟ عيشوا حياتك. انت ما تدفع الحساب يا حبي حبيبي وسامع الحساس. ايوه عندنا المطعم يا عيال. اجيب اهلي واصحابي وقرايبي وكل اللي عزه عليك. عيش حياتك. هلا والله حبيبي. هلا والله مزلة. استنى انا بدفع هم اللي ما يدفعوا. انت اخونا الكبير. ايش اسم المطعم؟ سحس. انا بدفع. طيب ايش المشكله؟ انا بدي اكل ادفع في مطعم جوعني. خش ايش بك؟ خلاص هندفع. ادفع يا عيال هيموت. ادفعوا. هذه سحس ستريت فرايز يا جماعه. انت تحدد بمزح. ايه شفت هذا الاكل اللي حناكله؟ ورب النعمه حدفع حسابه. والله من جد. اسمع اسمع هذه خساره. احنا وقتها بنروح مطعم ما يدفعوني هنا ندفع. ايوه بطاطس زمان بس كده بلفه. بطاطس زمان فيوجن كل واو. البهارات وكل واو. النكات اللي انتم متذكرينها. الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. بعدين عندكم شيء جديد شويه. هذا يجيكم بنكهتين كده صوصين اللي هو تشيكن فرايز. تحط الصوص الاول بعدين تحط الصوص الثاني. ما
بعدين تقرمش. في ناس ترى يحبوا الصوص برا ويقعدوا ياكلوه كده يعني يغمسوا زي ما يبغوا. في ناس يحبوا صوص واحد ما يحبوا الاثنين. انا كده احبه. بك تسمع يا اسامه؟ اسمع الشوك ما هي عارفه تمسك. اسمع اسمع القرمش حق التشيكن. نديه واحد دجاج. اوبا اوبا الله صباح الخير. خد 10 جنيه صباح الخير. تصدق هذا البرجر هذا الوحيد اللي كسرنا فيه الروتين. دجاج كرانشي مع كولسلا مع باربيكيو مع الجبنه. اميزنج اميزنج. اللي يحب الترفل هذا حيكون خياره الاول. يعني سلطان ما كان يحب الترفل هذا صار عشقه. ايوه يا اخي في كثير ناس يتكلموا على موضوع انه العيش كذا. اشرح لهم الفكره والله انه يقول لك ليه في عيش كثير. هو مو عيش كثير هو نوع العيش يخليه زي كذا منفوخ بس هو مره اشوفه فلافي مره صافي. فلافي كيف فلافي؟ يعني لو فقستوه كذا خلاص راح. حلو فلافي بس ايش؟ تطلب صوص ترفل وتسوي الخلطه حقتي دي. فمخك في قلبك في شرايين. حقي يخلص. اوه في اور ترفل كمان. هذا اختراع. هذا اور ترفل. انا عشان انا احب نكهه الترفل بس احب اكسرها دائما. فانا عندي هنا صوص مسويه بالزبيب. في صوص مسويه بالزبيب يكسر طعم الترفل شويه عشان ما يكون قوي. يجيك كده كانه حالي شويه. سويت. ايوه. فهذا انا انا كده احبه. ايش الفرق في الاسم طيب؟ يا هذاك ترفل برجر. هذا اول ترفل برجر. هذا احس المفروض تسموه سويت ترفل. ايوه اسمه هو اصلا اسمه سويت. سويت؟ خلاص من دحين رايح سويت ترفل برجر. لا ما هو يبغى لها جوعني. انا ادخل بدا وده خش جوعني. انا ادخل بدا خش جوعني. جبر جوعني دقيقة. ايش حتجيب؟ جوعني. ايش ايش؟ عشان جوعني غير اللي هنا. كيف؟ بجوعني فيه ايه؟ مفاجأة. مفاجآت بقى. أشياء فيها ماك اند تشيز ومعكرونات. دقيقة بس. زي ما انتم شايفين عندنا ماك اند تشيز تشيكن بيف وفرايز ونروح ننام خلاص. لا 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 عندنا كمان الماك اند تشيز تقدروا تطلبوه كسايد اوردر. ايه وطبعا الماك اند تشيز حقنا مو يمطمط ملوك المطبخ بالضبط. دحين خلينا نجي للساندويتش اللي مطربق الدنيا هنا. اخترعت حاجه سلطان كان مره ضدها وانا كنت يعني مره معاها وسبحان الله لما نزلت كسرت الدنيا عندنا. طيب هذا البرجر انا استخدمت بدال العيش اخذت كروسون. والكروسون مره لذيذ ترى حتى لو كتول حاله مره لذيذ. وجوته في لحم بيض وجبنه بالضبط. تقدروا تاكلوه ساده وانا مره ما ارشح انكم تاكلوه ساده. انا ارشح انكم تاكلوه مع الميبل سيرب اللي يجي معاه. تغطوا زي كذا وتقول بسم الله. انا ارشح مع كاتشب. يا اخي انا ما ارشح ولا شيء. كيف هذا برجر؟ هذا مو برجر. ها. هذا كرو برجر. كرو برجر. كرو برجر. ايه تحسب داري وربي لذيذ. ما تبغوا قصيده؟ اكيد. خليها قصيده. استنى استنى. ايه قصيده وجهي. عندنا كمان ناشفل فينجرز. الناشفل فينجرز انا دائما اقترح انكم ايش تسووا؟ تحطوا الطرشي كده. تحطوا طرشي وتحط بعدين عليه السيرب زي كذا. ايش اسوي في ذا البذور؟ المهم تحط السيرب والبيكل. الله سلطان هلا والله وغلا هلا ومرحبا. هنا حجيب دي جي يا اسامه وحنسوي ايه؟ ايه برجين دخول. ايش رايك؟ ما في شعبة
متابعين. ودي أقول قصيدة. سمعنا سوس. يقول خلصنا الأشعار في كل وادي. وادي. وعن كل شيء تكلمنا. تكلمنا. باقي نكتب علي ملك فؤادي. وادي. وعن الطعم اللي يجمعنا. سلام. عن مطعم سحس اللي يعرفه كل قاصي وداني. وادي. ينور فيه اليوم حلقتنا. حلقتنا. بقولها كل ما بدون أي تمادي. قول. أكلنا حقيقي لذيذ ومو عادي. الله. هذا في منه ميني. الله. لا استنى اوريه الميني مره. ايوه. وريه. ميني اوريجينال ميني سماش. ميني اوريجينال تشيكن ميني سماش. ايوه. هذا سوسو طلعه بدون اذني. ابوك ياكل الكبير انت تاكل الصغير. طب ما احنا عندنا في المطعم سكس بياكل الكبير انت قاعد تاكل الصغير. لا هذا ليك. مقاهم. ناشفيل تشيكن. هذا يجيك سبايسي. له حار مره ولا 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 يعني عادي مره يعني ديك لدعه يعني لدعه سوق امها يا اخي يا اخي انا مره فخور بالدجاج حقنا ايش هذا اسمع يا رمشي ترى هذا قاعد من اول وبرد وحالته حاله فاهم خش بهذا جديد انا مسيف هذول الاثنين للاخر تعرفوا ليش انا هذول انا مسميهم الفريش برجرز اللي عندنا تعرف لما تحس كده في برجر فريش كده تحسه ما أعرف كيف فهمك الطعم فريش نوريه ماذا من جوا كرانشي وجوسي شوف شايف ايش رأي جد مرة مقرمش اليوم انت متوحم اليوم وجاي من الصباح امورك طيبه زي كل يوم يا زعيم جوال مين؟ جوال مين؟ انا ما قلت لك حط تليفونك سايلنت تحس تليفوني؟ صاحبه فلفل انا السي او ما ينفع فلفل سي او شنو كمان ما ينفع هنا يوتيوب ما ينفع يا حبيبي هنا يوتيوب اسمع بابتي كده ايوه شفت اللعبه انا سيو انا سيو إيه إيه حبيبي نحن في اليوتيوب هنا نلعب ما في اليوم يعني لو انت اساسا في القوانين كيف تبغى نمشي عليها شفت الجوزي ايه شفت الجوزي إيه؟ يلا وريه الجوزي احط التليفون سايلنت هو حياكل ويتحول خلينا ناخذ برا هو ليش لسه بيدق شوف اللعبة اللي قبل شوية لو قلت خلصت حتجيك مرة جاية. أوف أوف أنت كبرت. أيوه. طيب. طيب أنا قلت لكم هذه البرجرات سبتها في الآخر لأنه هذه البرجرات أنا أعتبرها بس هذه مو آخر. في هنا ثلاث أشياء. في لسه الحلقة. أنا قلت البرجرات. حلقة. في حلقة اخترعناه اليوم حينزل. هذا اسمه ريترو برجر، أنا مسميه ريترو يعني كلاسيك يعني هذا بس سبيشل في شيء واحد الصوص حقه. الصوص حقه مرة سبيشل بس شوفوا تدخلوا جوا هنا حتفهموا ايش قصدي. بصل طماطم خس جبنة والصوص الصوص تاكلوا تحس انك تاكل كذا كلاسيك برجر فجأة يجيك الصوص كذا يقول لك الله يقول لك ايش؟ الله الله دحين صلنا ابو ساعة الا ربع ساعة قاعدين ناكل صح؟ يعني اللحمة باردة هذا الكواليتي اللي انا اتكلم عنه الله شايف؟ شايف وهنا عندنا منتج جديد برضو يعني هم كانوا بيقنعوني من اول وانا ما كنت راضي يعني الناس اللي يعني ماسكين رجيم ويجوا المطعم غصبا عنهم مع اصحابهم ياكلوا برجر دجاج مشوي بس هذا مو اي برجر دجاج هذا البرجر الدجاج اقسم برب الكعبه هذا الصوص حقه ما ابو صوص اقسم برب الكعبه بكل امانه انا اشتهي يعني انا لو جيت هنا اكلت برجر لحم حاشتهي انه اطلب هذا جنبه شوف بس شكله كيف هذا الصوص حقه شايف ما شاء الله مليان صوص اوف باقي الحلا
حلو جديد مصاب. تعال على حالك. ايش تعال على حالك؟ باكل انا. طب انا باكل. انا باكل. كنت لسه باكل وانت على طول جبت لي شيك لي على هذه من الاختراعات اللي من اول نفسي اضبطها وما كانت راضيه تزبط. ايش تتخيل هذا؟ هذا ايش تتخيل؟ مسحب. لا هذا دجاج. هذا فرنش توست مقلي، هنسميه فراي توست. يجي مع صوصين كراميل ونسله، وتسوي حبه زي كذا. اوكي وألقوا. الماشي واو واو. تحط ايس كريم كده، تحط عليه كراميل. هنا الدلع. وتقدر كمان تطلبوا شوكولاتة على جنب صوص زيادة. يعني عشان تشوفوا تقدروا تاكلوا ايش بكذا طريقه، بس انا عاجبني الحركه دي. يا حبي شطه. امزه ولا ما رديت. يا اخي رهيبه الفكره. بعد تمدح نفسك انت. اه بعد تمدح نفسك انت تستهبل. ايش حتذوق انت دحين؟ انا كده مبسوط. بعيش اكسبيرينس يعني. هذا الجو لو تصور في سناب كل المتابعين حيخبوه. بدوق بشوف ايش الخراب اللي انت سويته. صوص الشوكليت طاغي. وكده نكون وصلنا معاكم لاخر حلقه. شاطر. لا 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 وصلنا لاخر حلقه. مين؟ طب اروح انام. حلقه مطعم نخفي ما هنظبط المتابعين. اوف صح. ماما خصم 10% من اليوم لين يوم الربوع. 24 خصم ماله صلاح. 24 ما 24 هنظبط متابعينا. ماله صلاح والله الصراحه. مو 10 والله. 85% من اليوم الى يوم قبل المحل. قبل ببلاش من اليوم الى يوم الربوع. لا طيب 15% الله من اليوم السبت الى يوم الربوع. وانا يوم السبت حكون موجود. ما حقول لكم الوقت اللي انا موجود فيه، ممكن لو تابعتوا سناب حتعرفوا. حكون موجود لمده ساعه ساعتين. لما انا اكون موجود اي شخص يكون موجود في ذاك الوقت حديله حلب ببلاش كمان. الله عليك. لا تنسوا تسووا لايك وشير سبسكرايب تشتركوا الحلقه في كل مكان وزورونا واستمتعوا بالاكل. لو عندكم ملاحظات اكتبوا وخشوا جوجل ماب ظبطونا وظبطونا. وان شاء الله يا رب سحس باذن الله للعالميه. سلام. احبكم. باي.